التي تشكو من ضعف في البرامج التنموية والاقتصادية. ولتوضيح الإشكاليات معنا مباشرة عبر الهاتف السيد منصف جبنياني، رئيس مدير عام الشركة الجهوية للنقل بالكاف. سيد جبنياني، أهلا بك. مرحبا بك وبكافة مستمعي الدرجة الوطنية. نعم، أشكرك. سيد جبنياني، ما هو تعليقكم على ما يحدث في مطار طبرقة عند رام الدولي؟ والله أنا مش معني رأي بمطار طبرقة الدولي، فهمني. أنا رئيس مدير عام شركة جهوية للنقل بالكاف. نعم، نحن من قدم لنا هذا الاسم كي تجيبنا على هذه التساؤلات. هناك مسؤول من الجهة هناك أعطانا هذا الرقم للاتصال بك سيدي الكريم ولتوضيح الإشكال العالق فيه مطار طبرقة عين درهم الدولي. إذا نشكرك سيدي الكريم ونعتذر على الإزعاج. نواصل تقديم نشرتنا مشاهدينا الكرام بعد